انا ابتديت في النادي الاهلي موسم 81 تحت 20 سنه. كان المدرب بتاعي الكابتن احمد ماهر اول واحد دربني هنا في النادي. ثم 82 صعدت للفريق الاول، كان الكابتن محمود الجوهري مدير فني والكابتن زيزو كان مدير كوره. واستمرت بقى مسيرتي من 82 ل 99. عصرت طبعا فيها اجيال كتيره جدا. 17 سنه ممكن يكون مر عليا مش اقل من اربع او خمس اجيال. جيل الثمانينات اللي هو كان حقق نتائج غير طبيعيه في السبعينات، واحنا كملنا معاه اللي هو الجيل اللي كان صغير ساعتها وكان لسه طالع. نتذكر طبعا الكباتن محمود الخطيب، مختار مختار، اكرامي، ثابت البطل الله يرحمه، مصطفى يونس، ماهر امام، خالد جد الله. انا مش عايز انسى حد، لكن هم اسامي كبيره جدا. دول الجيل اللي انا ابتديت معاه 82 ولعبت معاهم لغايه 86 87، لانه طبعا كان بحكم السن كانوا بيبطلوا واحد ورا الثاني. اتذكر طبعا الفتره دي حققنا فيها بطولات كتيره جدا. 82 بطوله ابطال افريقيا اللي هي الاول بطوله للنادي الاهلي، يمكن انا ما شاركتش في البطوله دي لان ما كنتش مقيد، لكن كنت مقيد في الفريق كلاعب، لان القيد كان بيبقى مره واحده بس في شهر في اول السنه يعني او في نهايه السنه اللي قبليها. ثم ابتديت بقى العب بصفه رسميه من 83 اللي هو يعني برضو لعبنا مع نفس الفريق اللي هو كوتوكو، اشانتي كوتوكو. صادف ان احنا لعبناهم 82 وكسبنا منهم البطوله. ثم 83 اول مباراه ليا في كوماسي، طبعا ما انساهاش ابدا لان كانت اول مباراه افريقيه بنهائي على طول. صحيح احنا خسرنا فيها 1-0، لكن وكنا متعادلين في القاهره 0-0 وخسرنا البطوله، لكن دي كانت بدايتي الحقيقيه مع النادي الاهلي. وثم بقى ابتديت العب اساسي لغايه 99. اتذكر الجيل ده حقق انجازات كبيره. لما نيجي لابطال الكؤوس احتفظنا بيها ثلاث مواسم متتاليه وخدنا الكاس للابد اللي هي بطوله 84 ثم 85 ثم 86. ليا ذكريات فيها طبعا كبيره جدا. البطوله الاولى اللي هي 84 دي كسبنا فيها الكاس من كانون ياوندي وكنا كسبانين 1-0، ثم خسرنا هناك 1-0 ولعبنا ضربات جزاء. ويمكن انا كان واحد من سعداء الحظ اللي شاطوا ضربات الجزاء وحرصت فيها هدف، وكان ضيا وعلاء ميهوب وزكريا ناصف احرزوا بقيه الاهداف، وشوبير كان صد ضربتين جزاء وكسبنا الكاس ابطال الكؤوس، كانت اول مره. ثم احتفظنا، كان الكابتن سايس الله يرحمه هو المدرب. ثم 85 مع الكابتن محمود الجوهري ليفنتوس يونايتد برضه كسبنا البطوله. ثم الكابتن طه اسماعيل 86 مع سجاره الجابوني وحققنا البطوله واحتفظنا بالكاس للابد. ثم اتنقلنا تاني ل 87 ابطال الدوري وقدرنا نحقق البطوله، ودي كانت من اصعب البطولات اللي واجهناها، لانه يمكن نادي الزمالك كان بيلعب في نفس الـ يعني الاتجاه معانا. الزمالك كان بيلعب مع كوتوكو واحنا كنا بنلعب مع افريكا سبورت في قبل النهائي، ويمكن الزمالك ما وفقش وخرج المباراه الشهيره اللي هي كوتوكو كسب الزمالك فيها 5، واحنا كنا مغلوبين في افريكا سبورت 2-0، ودي كانت من اصعب المباريات اللي واجهناها في العوده، لان كان لازم نكسب على الاقل 2-0، ودي يمكن من امتع المباريات اللي انا اديت فيها. والفرقه كلها كسبنا 2-0 فعلا، وعلاء ميهوب قدر يجيب هدف في الدقيقه يمكن اخر 3 4 دقائق من اللقاء الهدف الثاني، وكسبنا البطوله، كسبنا المباراه بضربات الجزاء. ثم وصلنا النهائي الشهير مع الهلال السوداني وتعادلنا في السودان 0-0، ثم احرزنا البطوله 2-0 في مصر، ودي يمكن كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب، كانت اخر مباراه في ختام مشواره يعني. فتخيل انت الجيل ده، احنا يعني 82 بطوله افريقيا، ثم 84 و85 و86 ابطال الكؤوس ونحتفظ بيها، ثم 87
ناخد البطوله، و83 كمان وصلنا نهائي. تخيل النادي الاهلي بيصل في الفتره دي رغم ان كانت المشاركات الاولى لينا في افريقيا 7 نهائيات متتاليه، خدنا منهم 6 نهائيات متتاليه، خدنا منهم 5 82 84 85 86 87. كل سنه وكل اعضاء النادي الاهلي سواء العاملين او طبعا الجمهور الاكبر اللي هو جمهور النادي في كل مكان، كل سنه هم طيبين، وكل سنه والانجازات تستمر وتبقى المسيره للافضل. مبروك ليهم الاحتفاظ بالدوري البطوله الـ40 والنجمه الرابعه، ان شاء الله بالتوفيق في بطوله افريقيا القادمه وفي كل الالعاب. مبروك لكل الالعاب بالنتائج اللي حصلت في الفتره الاخيره، في سواء في الطايره او اليد او السله او اي انجازات اخرى حتى على مستوى الالعاب الفرديه. والنادي الاهلي دايما في تقدم، وكل سنه والنادي الاهلي كله بخير يعني.